إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، وأهلا وسهلا بكم جميعا دائما في إطار متابعة الجديد والمستجدات والأخبار اللي تتوردنا من المملكة المغربية. اليوم غادي نتكلموا، وكما عودناكم، في ما تكون شي فضيحة أو شي حاجة غادي نتطرقوا لها، هو الفضيحة اللي غادي تثير جدل كبير في الأيام المقبلة، هي القالب الكبير اللي غادي يقدمه عزيز أخ النوش للشعب المغربي ولكل الأقطاب في المجتمع المغربي. اخر الامثله ديال التخويرات اللي تيخور المعلم اخ النوش الشعب المغربي هو وبصفته كرئيس حكومه، فقد فازت احدى الشركات المملوكه لاخ النوش بواحد الصفقه خياليه القيمه ديالها واحد المليار ونص ديال الدولار. هذه الصفقه الاخوان هي البناء والانشاء ديال واحد المحطه ديال تحليه المياه بالدار البيضاء، وهدف القانون تعتبر تضارب المصالح، وكذلك تعاقب عليه القانون لا في المملكة المغربية ولا في أي بلد كان، وحتى الدستور المغربي في الفصل 36 فهو تعاقب على هذه المسألة ديال تبادل المصالح أو تنازع المصالح، لأنه الإنسان لا يعقل أنك تتشغل منصب ديال رئيس حكومة وفي نفس الوقت إحدى الشركات اللي تابعة ليك وتتمتلكها تتفوز بواحد الصفقة حكومية. في الايام الماضيه كيف قلنا الاخوان فازت شركه، هذا الشيء عنات عليه شركه اجنبيه ماشي تاع اخ النوش او شركه اخ النوش، هذه الشركه الاسبانيه اللي سميتها اكسيونا اسبانيا عنات على الموقع ديالها وفي بعض المواقع الاعلاميه الاخرى بانها فازت بهاد الصفقه. ملي تنجيو نشوفوا تلقاو هذه الشركه اكسيونا ماشي لوحدها فازت بهاد الصفقه هذه، فكانت مشروكه مع افريقيا غاز وغرينوف افريكا اللي هما بجوج تيكونوا فرعين من مجموعه ديال اكوا اللي مولاها هو عمي اخ النوش رئيس الحكومه. والخطيره الاخوان في الامر كذلك هو انه هاد البناء او الانشاء ديال هاد المحطه ديال تحليه المياه غادي تكون المده ديال البناء او الانشاء ديالها 3 سنوات، ولكن الخطير كيف قلت لكم هو المده ديال الاستغلال ديال هاد المحطه تحليه المياه غادي تدوم 30 سنه بعد الانشاء ديالها وتسليمها للسلطه، غادي يتم تسييرها دائما من هاد المجموعه هادي اللي تتكون من اكسيونا ومن افريقيا غاز ومن غرينوف افريكا. يعني اخ النوش غادي تصرف وغادي تحكم في المغاربه وخاصه في واحد الفئه اللي تقدر تقريبا ب 7 ديال المليون سكان الدار البيضاء والنواحي، غادي تحكم فيهم وغادي يدير خبلع في المغاربه ويمص لهم الدم كيف ما دير في مجموعه من القطاعات ومجموعه من المجالات الحيويه في المغرب، كما دير في قطاع الطاقه لانه هو اللي تيحدد الثمن ديال الليسانس والمازوت ويعني الدهون كيف ما بغى من دون حاسب ولا رقيب، وكذلك حتى مجموعة من القطاعات الأخرى كقطاع الأكسجين اللي هو صاحب أو مالك شركة مغرب أكسجين اللي أغلب أو كل المستشفيات في المملكة المغربية واقفة على هذا الأكسجين. الحاج أخ النوش يعني أي حاجة عنده فيها الربح، والمرضى في المملكة المغربية لما عندهم فلوس الأكسجين تيموتوا بالبرد، زيادة على الغاز كذلك اللي يدير فيه حالة وتنعرفوا يعني الوضع اللي تنعيشوه مع البوطة في المملكة المغربية، الأثمنة ديال البوطة تزاد بعد كل فترة و تينقص الوزن ديالها والعبار ديالها، كيف ما رشقات الباخ النوش تيدير يعني ما كاينش اللي يهضر معاه، بلا يعني ما ننساو قطاعات أخرى كقطاعات العقار والسياحة والسكن الاقتصادي والمتوسط أو الرفيع كيف داير في أكادير مثلا في مارينا أكادير اللي هي الملك ديالو، أو مجمع تغازوت السياحي، أو مجموعة فنادق إيبيس بيجي اللي عنده هو شريك مع شركه فرنسيه فيها، وزيد 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 على هذا الشيء كله شركه اخ النوش او يعني المجموعه ديال اخ النوش مجموعه اكوا تتمتلك شيء اخر اللي خطير، تتمتلك الامتياز الحصري للتعامل مع كل الحاويات او الكونتينرات اللي تدخل وتخرج من ميناء طنجه المتوسط. وهذا الشيء اللي ذكرنا الاخوان غير شويه من النفوذ والجشع ديال اخ النوش في البلاد. واش غادي نبقاو تنتسناو تنتفرجوا هو تيتحكم يعني في كل شيء حتى لشي نهار يفيق المواطن المغربي ويلقى راسو ما تيكسب والو، الدار اللي ساكن فيها او السياره اللي راكب عليها او الهواء اللي تيشمو غادي يقلب ديال من غادي يلقى اخ النوش عنده فيه الزط ديالو. واش غادي نبقاو يعني ناعسين تلقاو شي مره شرا البلاد كامله بالادارات ديالها والمكاتب ديالها وبكل ما نملك؟ هذا السيد هو اللي تنقولوا عليه يعني في المملكه المغربيه داك المثال ديال الحاجه اللي شافها راه ديالو كامله والحاجه اللي ما شافهاش عنده فيها النص.
هاد السيد هذا ما كاينش شي صفقه مربحه، ما كاينش شي تجاره في المغرب اللي تتكون يعني في شي مجال حيوي اللي ما تتلقاش مستحوذ عليها. واش هذا الشيء كله زهر عند هذا السيد؟ واش هذا الشيء كله حظ؟ او هناك يعني يعني كاين شي ناس يدفعوا به للسيطره على كل ما هو يعني ذو قيمه في المملكه المغربيه. انا الحاجه اللي يعني اللي غلطني هو كيف يعقل انه رئيس حكومه ودون نسيان انه كان هو وزير الفلاحه في الحكومات السابقه، يعني كان مسؤول على ذاك البرنامج ديال المغرب الاخضر اللي وصلنا لهذه الكارثه اللي ولينا تنعيشوا الان، الغلاء في كل المنتجات الفلاحيه والزراعيه، قله المياه. مع انه من بين السياسات اللي كان دار المرحوم الحسن الثاني هو يعني السدود، بناء وتشييد السدود. هاد الناس هادو الان المواطن المغربي غادي يخلص يعني السلبيه او الطريقه ديال التسيير اللي كان مديرين هاد الناس هادو، رغم انه تيغيروا المناصب ولكن تيبقاو هما هما. اخنوش كان وزير الان هو رئيس الحكومه، رئيس الحكومه اللي بغى يستحوذ على كل غالي ورخيص في هاد البلاد هادي. نتمنى انه يوصل الوقت وحين الوقت باش كل واحد يولي تيشوف في القانون انه كاين قانون في البلاد وما يتجاوز الحدود ديالو، انه هاد الصفقة هادي فهي كارثة وطامة كبرى غادي تنزل على من؟ على راس المواطن المغربي، هو اللي غادي يدفع الثمن، انه غدا او بعد غدا بعد هاد الثلاث سنوات ديال الانشاء وديال بناء هاد المحطة ديال تحلية المياه، السكان ديال الدار البيضاء وما جاورها غادي يدفعوا الثمن غالي، لانه الا كانوا تيشريوا الان الحاجه بدرهم، بعد بناء وتسيير هاد المحطه ديال تحليه المياه فاخنوش غادي يقرر الاسعار او الاثمنه اللي بغا هو. وهذا الشيء اللي تنشوفوه كيف داير الان في الغازوال، يعني في المازوت وفي ليسانس، رغم انه البترول في السوق الدوليه والسوق العالميه تنزل او تطلع دائما، في المملكه المغربيه عمر الاسعار تتنزل لتحت، فانما تتزاد بثلاثه دراهم وتتنقص ب 10 سنتيم باش تعاود تزاد بدرهم، وما كاينش اللي يحاسبه. وهذا يعني واحد ناقوس خطر تيدق في نعش المملكه المغربيه، لانه هاد السيد هذا غادي يستحوذ على الاقتصاد، الا ما قلنا انه استحوذ على الاقتصاد ديال المملكه المغربيه كامل، ولا تيسير وتيدير فيه كيف بغى. هادشي اللي كاين الاخوان في هذا الفيديو هذا، نتمنى انه المواطن المغربي يوصل لواحد الدرجه ديال الوعي، انه لما يكونوا الانتخابات او يكون يعني الاختيار ديال المنتخبين يكون عند حسن الظن ديال المواطنين اللي تيعيو المسؤوليه والمصلحه ديال المصلحه العامه، وما يبقاش الانسان يتدافت وراء الدراهمات. فهاد السيد هذا شرى ناخبين، شرى ناس ب 100 و 200 درهم، والان فهو تياكل البلاد كيف بغا وتوزع فيها كيف بغا. هادشي اللي عندنا في هذا الفيديو الاخوان، نتمنى لكم امسيه طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.